كانت قديما تستخدم الأسلحة الثقيلة والمعدات المتقدمة، ثم بعد ذلك سياسة وحضرتك رجل عسكري وعارف ما أنا بقوله ده جيدا، حروب الصعق والتخويف والرعب. الآن أصبحت الحروب الجيل الرابع تستخدم فيها أدوات متعددة تختلف عن الآلة العسكرية، منها التكنولوجيا المتطورة. وعلى فكرة وأنا جاي من هنا بقول لابني، لأن أنا ابني خالد مواليد 23 يوليو، فقلت له احنا بنحتفل بيومين 23 يوليو 52 وعيد ميلادك، فبقول له معلش عشان انا عندي حلقه. وهو شاب عنده 30 سنه وهو بيعمل في مجال الانتاج السينمائي والكلام ده، معاه صديقه الاستاذ يوسف الشريف وحسن الرباب، مجموعه المحترمه دي. الناس دي رغم ان سنها يكاد يكون يعني ما ادركش حقيقه 23 يوليو، لكن لقيت ابني بيقول لي دي عنده كام سنه؟ 30 سنه، واعي تماما ومدرك، ربما تكون بطبيعه عمله في المجال الفني والسينمائي مدرك ان هذه الثوره بتاعت 23 ثوره حقيقيه، ثوره قادها ضباط مصريين من ابناء الشعب المصري ضد الفساد وضد المستعمر وضد الفقر وضد وضد اسباب متعدده، وانضم اليها الشعب. قال اللي حصل يا بابا في 25 يناير دي ثوره شعب حقيقيه، لكن للاسف الشديد التف عليها بعض الازلام وبعض المأجورين وبعض العملاء وانحرفوا بها. ومن ثم حضرتك اللي حصل في 23 يوليو ثوره من اجل الوطن من اجل الشعب، اما ما حدث في 25 يناير المجموعه التي انحرفت بحركة الشعب المصري، الشعب المصري خرج ايه؟ برضه ضد التغييب العدالة. صحيح في 30 يوليو ما انا جاي لحضرتك، خرج الشعب بنياته الطيبة، ما حدش حركه، الشعب خرج، لكن في مجموعة اللي تصدرت المشهد، مشهد مجموعة الجواسيس، مجموعة المتآمرين، مجموعة الجاسوس، مجموعة الجواسيس والعملاء، ثم جاء الشعب المصري ذاته ليصحح المسار في 30 يونيو. يجي لي واحد النهارده يقول لي ايه؟ بتتكلموا عن الثورات وانتوا يعني ثورة 30 يونيو دي اللي بيقولوه بعض الحمقى وبعض الجهلاء والسفهاء، يقول لك ما حصل فيها حدائق حاجات كتيره وان الجيش انقلب. هنرجع ليها يا معالي النائب. لما نسال الاستاذ عاطف الرئيس اشار في 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 حفل تخريج شباب الكليه الحربيه وان 21 الف اشاعه خلال الفتره اللي فاتت دي كانت متوجهه للداخل المصري. لا. واحنا شايفين ان بعض الدول تم اسقاطها زي بغداد نتيجه اشاعات، شايفين النهارده ليبيا دمرت نتيجه اشاعات، وشايفين النهارده هذا البلوك القطري اللي هي يتمثل في قناه الجزيره هي 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 بلوك الصهاينه واليهود في ضد الدول العربيه والمؤسسات العسكريه. حضرتك شايف ان شكل الاشاعات اختلف خلال الفترات اللي فاتت، سواء في السبعينات والثمانينات لغايه ما وصلنا النهارده ان الاشاعه بقت على شبكات التواصل الاجتماعي ممكن تلف الدنيا في 3 دقائق، وبما ان حضرتك راجل اعلامي وماسك بوابه من بوابات الاعلام. طبعا طبعا، يعني هو كان لسه سياده النائب بيتكلم عن حروب الجيل الرابع، اللي احنا دايما بنقول هذا المصطلح بشكل كبير قوي، لكن ما بنغص فيه قوي، لازم نغص فيه قوي، لازم نعرف النوع المؤامرات الجديده. هم عايزين، هو قال برضو في معرض كلامه سياده النائب او انت حضرتك سالت شكل المؤامره، طبعا شكل المؤامره اتغير. قبل 52 كان هناك تدخل مباشر من الجيوش وسيطره قبل ما يخرج الاستعمار.